الله وبركاته. نحن اليوم في مستشفى المقاصد لطرح جمعية مدينتنا ضمن مشروع إفطار الصائمين في إعداد وتحضير شباب إفطار للصائمين من المرضى والمرافقين في مستشفى في مدينة القدس. وكل عام وعليكم. اليوم في جمعية ميراثنا في البلدة القديمة في القدس نقوم بتوزيع وجبات الإفطار للعائلات في المستورة في داخل البلدة القديمة. وكل عام وأنتم بخير.